دايما بنتخيل انه السوشيال ميديا ممكن تقتل الكتاب. بالعكس، يعني انا شايفة ان هي اضافت للكتاب واضافت لمقروءية الكتاب. لو لاحظت مثلا في تويتر في حسابات لكتاب وشعراء بيتابعها مئات الالاف وعشرات الالاف. ممكن كاتب يكون بينشر في دار نشر محدودة بتوزع في الدولة بتاعتها بس، لكن من خلال الفيسبوك ومن خلال تويتر لو شغله كويس بيجتذب قراء من كل دول العالم، خاصة مثلا لو بيكتب باللغة العربية هيلاقي قراء من كل الدول العربية. احيانا ده بيحفزهم ان هم يشتروا كتبه ويقروها ويتابعوها اكتر. نقطة تانية، ان الكاتب في عصر السوشيال ميديا بيبقى على صلة مباشرة اكتر من الاول بالقراء. يعني ممكن قبل الفيسبوك ما كنتش اعرف ايه نوعية القراء بتوعي، هل ليه قراء فعلا ولا لا، لكن من خلال الفيسبوك اولا ومن خلال تويتر بعد كده بدأت اكتشف، يعني بدأت توصلني رسائل وتواصل من قراء، فأظن ده ان هو بيضيف للمقروءة.